أساسيا في هذا المقام. نعم، منذ أن بدأ أكثر من 100 طن مكعب من المساعدات نقلت من الرصيف إلى منطقة فرز، حيث وزعت بعدها المساعدات إلى الفلسطينيين. نحن نحتاج طبعا إلى هذا الرصيف الذي شكل جزءا مهما من جهودنا الإنسانية، ونحن نعمل على مدار الساعة لكي نجتاز العقبات المرتبطة بعامل الطقس، ولكن سوف نقوم بكل ما بوسعنا لكي نستأنف هذه العملية التي كانت مهمة. وكما قلت لشانن، هناك أيضا أجزاء أخرى مرتبطة بالمخازن في قبرص وميناء أسدود وغيره من التفاصيل، وسوف نستمر على هذه العملية. الأمم المتحدة قالت إن المساعدات انخفضت بواقع 67% منذ أن بدأت عملية رفح. هل هذا يشي، وأنا آسف للقول بأن هذا ليس حلا، لأن هذا يخضع لتقلبات الطقس وأيضا عوامل أخرى، ولكن ماذا عن المعابر البرية؟ كما قلت في إجابتي عن سؤال ليون، عندما أنشئ الرصيف وعندما فعل، آلاف من الأطنان المكعبة من المساعدات مرت من خلاله. وكما قال السيد بلينكين، نحن في إدارتنا نسعى لتعزيز المساعدات الإنسانية، ومنذ بداية هذا النزاع لم نحاول أن نقول مطلقا أن هذا الرصيف أو هذه المنظومة يقصد منها تعويض المعابر البرية. لذلك نحن نعمل على مدار الساعة لكي تفتح هذه المعابر البرية بأسرع وقت ممكن. نعم، أنتم قلتم مرارا وتكرارا أن هذا الرصيف ليس بديلا عن المعابر البرية، ولكن السؤال هو ماذا عن قدراتكم وضغوطاتكم على الإسرائيليين لكي يسمحوا بفتح المعابر البرية؟ وماذا عن مصر حليفاتكم أيضا؟ لماذا لا يتعين فتح هذه المعابر؟ نحن بالفعل ننهمك في هذه الدبلوماسية لكي نفتح المعابر البرية، وسوف نستمر بفعل ذلك. ولكن هل تعتقدون أن استئناف توفير المساعدات سوف يتم عاجلا؟ سعيد، من الأهمية بمكان أن تمر المساعدات من المعابر. هناك 325 شاحنة في 15 من مايو مرت إلى غزة. هذا طبعا ليس كافيا للتخفيف من وطأة الكارثة في غزة، ولكن المساعدات تتدفق، وسوف نعمل مع حلفائنا مصر وإسرائيل لكي نتأكد من فتح المعابر الأخرى بأسرع وقت ممكن. ونحن متزامن، نحن نقوم بكل ما بوسعنا لتصليح أو إصلاح هذا الرصيف لكي يشغل مجددا. وأعتقد أن زملائي من وزارة الدفاع يمكنهم أن يتحدثوا بالضبط عن هذه العملية. هنالك تحقيق لنيويورك تايمز تحدث عن الأسلحة التي استخدمت في رفح، وهي أسلحة أمريكية. هل من تعقيب؟ البارحة الوزير قال أنه غير متأكد إذا ما كانت تلك الأسلحة أمريكية أو شيء من هذا القبيل. ما هو موقفكم إذن؟ يمكن لجيش الدفاع الإسرائيلي أن يتحدث. أنا أسألكم عن الأسلحة الأمريكية، هل هذه أسلحة أمريكية؟ مجددا، هذا غير منوط بنا، لا يمكن أن نتحدث عن الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل. جيش الدفاع الإسرائيلي يمكنه أن يتحدث عن هذا الأمر، وهناك تحقيق يجري بما في ذلك الأسلحة التي استخدموها. أخيرا، هل يقلقكم أن مسؤولين رفيعي المستوى كنيكي هيلي تكتب على
القنبلة أقضوا عليهم، أو سيناتور آخر يقول أسقطوا قنبلة نووية على رؤوسهم. هل يقلقكم مثل هذا الخطاب؟ وهل تشعرون بالتقزز؟ وهل يتعين عليكم ربما الحديث عن هذا الأمر؟ ما هو موقفكم بشأن ما يقوله أولئك؟ السفيرة إيلي هي فرد من أفراد الشعب الأمريكي، ونحن نركز على ما نقوم به بكل ما بوسعنا لكي نضع حدا لهذا النزاع للوصول إلى وقف إطلاق النار مضفور بالإفراج عن الرهائن، وأيضا تعزيز المساعدات الإنسانية. وقف لإطلاق النار يضمن حماية الشعب الفلسطيني في غزة والإيفاء بحاجاتهم الإنسانية، ووقف لإطلاق النار يساعدنا على تحديد رؤية لما بعد النزاع في غزة التي لا يتعين أن تكون منطلقا للإرهاب، حيث الفلسطينيون وأيضا دولة إسرائيل يمكن أن يتعايشوا معا بازدهار وأمان وسلام. أبي هل نعم تفضل، لماذا لا تستطيعون أن تعقبوا بشأن الأسلحة التي استخدمت؟ هل هي أسلحة أمريكية؟ هل هذا مرتبط بالسياسة أو لأنكم لا تعرفون؟ نحن لا نستطيع أن نتحدث عن الأسلحة الفردية التي يستخدمها الإسرائيليون في طائراتهم. هذه ليست عملية أمريكية، ونحن ليس لدينا قوة على الأرض، وجيش الدفاع الإسرائيلي يمكنه أن يتحدث عن تحقيقه وعن نتائج التحقيق، ولكن على العموم لدينا علاقة أمنية مع حكومة إسرائيل، وهذا ليس سرا. ولكن عندما يتعلق الأمر بالحديث عن عملية تقوم بها إسرائيل، فلا نستطيع أن نتحدث نيابة عنها، وأحيلكم إلى جيش الدفاع الإسرائيلي. ولكن إذا ما كانت هذه أسلحة أمريكية، وهناك صور بالفعل متاحة تشي بأنها بالفعل أسلحة أمريكية، إذن هذا يفضي طبعا إلى أنكم مسؤولون، أخذ بعين الاعتبار أن هناك الكثير ممن قضوا بسبب هذه الضربة الجوية. أتساءل، دعونا لا نخلط بين الأمور. توم، عندما يتعلق الأمر بالسلاح الذي استخدم، فجيش الدفاع الإسرائيلي يمكنه أن يتحدث عن ذلك، وهل تحقيق يجرونه؟ وسوف نرى ما هي النتائج التي ستتبخض على التحقيق، وإذا ما كانوا سيعلنون عنها أو لا. أما نحو المنفصل، وبغض النظر عن منشأ هذه الأسلحة والأسلحة التي استخدمت، بالفعل رؤية الصور والفيديوهات التي شهدناها في يوم الأحد تنفطر لها القلوب، ولذلك تواصلنا مع الإسرائيليين وأردنا إجابات لجهة كيف حصل ذلك الحادثة، ولماذا هذا المستوى من الإضرار بالمدنيين، رغم أنه ليس بالضرورة كان القصد. لذلك أردنا أن نفهم كيف حصل ذلك، وأعتقد أنه إذا ما فهمنا ذلك فإننا سنستمر في ربما مساعدة جيش الدفاع الإسرائيلي الاستمرار في عملياته. هذا هو ما نؤمن به بغض النظر عن منشأ الأسلحة، وشركاؤنا الإسرائيليون يمكنهم أن يتحدثوا عن منشأ الأسلحة، ولكن سؤالي هو كان مرتبطا بمعرفتكم بمنشأ هذا السلاح أو عدم معرفتكم. لا أريد أن أتحدث عن هذا الأمر من هذا المنبر من وزارة الخارجية، وإذا أردتم أن تغوصوا في التفاصيل الفنية، كلا سؤالي بسيط. هناك صور تظهر على نحو دامغ بأن هذه أسلحة أمريكية، وأرى من الغرابة بمكان أن لا تعترف بذلك. وهناك لغط أيضا في يوم الاثنين بشأن موقع الخيم والحريق الذي شب والقنابل التي أسقطت، وهناك صور من الأخبار الاصطناعية تظهر بأن البنية التي استهدفت قريبة جدا من الخيم، وهناك صحفي فلسطيني كشف النقابة عن ذلك وقال أن طفل
وجد شظايا من القنبلة في خيمته، لذلك ربما المسافة كانت قريبة جدا. هل لديكم تعليق ومعلومات؟ ليس لدينا معلومات إضافية توم، ونحن نتواصل مع شركائنا في إسرائيل، وقيل لنا من قبل إسرائيل بأنها تجري تحقيقا، ونريد إذن تابعنا هذا المؤتمر الصحفي لنائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، الذي قال إن مشروع قرار مجلس الأمن المقترح من الجزائر بشأن رفح غير متوازن، وأن الولايات المتحدة تعمل على مدار الساعة لاجتياز العقبات المتعلقة بالطقس التي تعيق الميناء العائم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وقال إن واشنطن تعمل مع حلفائها مصر وإسرائيل لضمان فتح المزيد من المعابر لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة. وكذلك أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل ما بوسعها للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل إطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات إلى